بسم الله الرحمن الرحيم. تجربتنا اليوم ذا سيمبل دي سي سيركت اند اومز لو، او دائره التيار الكهربي المستمر وقانون اوم. البربوس او الغرض تو ستدي ذا فولتج كارنت ريليشن شيب ان سيمبل دي سي سيركت يوزنج ريزيستيف واير تو ديترماين ذا ريزيستيفيتي اند ريزيستنس اور الكتريكال ريزيستنس of the wire by verification of Ohm's law. دراسة العلاقة بين فرق الجهد والتيار في دائرة التيار الكهربي المستمر البسيطة، وبالتالي تحقيق قانون أوم وحساب مقاومة والمقاومة النوعية لمقاوم أو لموصل. الأدوات: DC source أو مصدر للجهد المستمر، ريستات مقاومة متغيرة، أميتر and voltmeter، resistive wire and micrometer. ينص قانون أوم على At constant temperature, the voltage drop across a conductor carrying current, is directly proportional to the magnitude of this current. أي أن عند ثبوت درجة الحرارة فإن فرق الجهد بين طرفي موصل يمر به تيار تتناسب تناسبا طرديا، أو أي أن فرق الجهد يتناسب تناسبا طرديا مع شدة التيار المار في هذا الموصل. أي أن V فرق الجهد proportional to I اللي هو إيه؟ magnitude، الكرنت magnitude أو شدة التيار. أي أن V تساوي I R، حيث ال R ثابت التناسب وهو عبارة عن resistance of the conductor أو الإلكتريكال ريزيستنس أوف ذا واير. الآر المقاومة أو مقاومة الموصل تقاس بالأوم، والفي تقاس بالفولت، والآي تقاس بالأمبير. بأخذ العلاقة بين الفي والآي، حيث في على محور واي وآي على محور إكس، نحصل على علاقة خط مستقيم. هذا الخط المستقيم ميله يساوي قيمة المقاومة الكهربية R، وحيث أن المقاومة الكهربية R تتناسب مع طول الموصل L، وتتناسب عكسيا مع الكروس سيكشن أو مساحة مقطع الموصل اللي هو إيه، يبقى إذن R تساوي R تتناسب مع ال L على A، أي تتناسب مع طول الموصل وعكسيا مع مساحة مقطعه، يبقى إذن ال R تساوي رو L في ال A، حيث رو هي عبارة عن المقاومة النوعية لمادة الموصل اللي بنسميها ال electrical resistivity of the conductor، حيث رو تساوي R A على L. الإلكتريكال ريزيستيفيتي of the conductor quantifies how strongly a given material opposes the flow of electric current، أي أن المقاومة النوعية لمادة الموصل توضح مقدار مقاومة مادة الموصل ل تدفق التيار الكهربي، وتقاس بوحدة أوم لكل متر. يبقى إذن سنقوم بحساب المقاومة أو مقاومة الموصل عن طريق العلاقة بين V و R، ثم باستخدام قيمة R التي حصلنا عليها من خلال السلوب نعوض في المعادلة رو تساوي R في الـ A على L، وبمعرفة الكروس سيكشن ومعرفة اللينث للموصل
وقيمة الـ R نحصل على قيمة الريزيستيفيتي أو الإلكتريكال ريزيستيفيتي لهذا الموصل. نقوم أولا في البروسيدر أو في الخطوات، نقوم بتوصيل الدائرة كما بالشكل. نقوم بتوصيل المفتاح ثم الريستات أو مقاومة متغيرة، ثم نوصل المقاومة المتغيرة الطرف الثاني المقاومة المتغيرة بالأميتر، ثم نقوم بتوصيل الأميتر بالطرف الأول للريزيستيف كويل، ثم نوصل الطرف الثاني للريزيستيف كويل بالمصدر الثاني للدي سي سورس. نلاحظ أن الأميتر يتصل في الدائرة على التوالي، أما الفولتميتر فإنه يتصل في الدائرة على التوازي، أي نوصل طرفي الفولتميتر بين طرفي الريزيستيف كويل أو الآر. نوصل الدائرة كما نرى. الطرف الأول للدي سي سورس بالطرف الأول للريستات، ثم الطرف الثاني للريستات بالطرف الأول للأميتر، والطرف الثاني للأميتر بالطرف الأول للريزيستيف كويل، ثم الطرف الثاني للريزيستيف كويل يتصل بالطرف الثاني لمصدر الجهد، بينما يتصل الفولتميتر ان بارلل او على التوازي بين طرفي الريزيستيف كويل. نقوم اولا بفتح الدائره واخذ قراءه كل من الاي والفي او الاي والفي او الاميتر والفولتميتر. نوصل الدائره. نلاحظ ان الزالق عند اقل قيمه لمقاومه المقاومه المتغيره او الريستات، اي ان التيار اعلى قيمه، اي ان قيمه التيار هي اعلى قيمه، وبالتالي قيمه فرق الجهد هي اعلى قيمه ايضا. ناخذ قراءه كل من فرق الجهد والتيار في الجدول. نلاحظ ان الاي او فرق او شده التيار تساوي 1 امبير، وفرق الجهد يساوي 8 فولت. نقوم بتقليل قيمة التيار باستخدام الريستات، حيث أن الريستات يؤثر على قيمة التيار، أي يقلل من مرور أو يعوق مرور التيار في الدائرة. نقلل التيار نلاحظ أن قيمة التيار أصبحت 8 أمبير، وقيمة فرق الجهد المقابل تساوي 6. نسجل النتائج. نغير من قيمة التيار مرة أخرى بتغيير مكان الزالق. قيمة التيار تساوي 6.6، وقيمة فرق الجهد تساوي 5. نقلل من قيمة فرق الجهد ونكرر، نقلل من قيمة شدة التيار ونكرر هذه الخطوات 5 مرات على الأقل.
بعد استكمال الجدول نقوم بقفل الدائرة أو فصل التيار عن الدائرة، ونقوم بالرسم البياني. نقوم برسم V أو فرق الجهد على محور Y وشدة التيار على محور X. نرسم النقاط ثمانية من عشرة مقابل ستة، نوصل النقاط بحيث يمر الخط المستقيم الذي يمر بنقطة الأصل بمعظم النقاط أو في المسافة المتوسطة بين النقاط، ثم نحسب مقدار الميل لهذا الخط المستقيم، يبقى إذن سلوب يساوي واي 2 تساوي 7.5 ناقص 2.5 واكس 2 تساوي 9.10 واكس 1 تساوي 3.10. يبقى إذن الميل يساوي 5/6، وحيث أن الميل R تساوي الميل للمقاومة الكهربية أو الإلكتريكال ريزيستنس تساوي، يبقى إذن R تساوي 8.3 أوم. بمعرفة قيمة R يمكن حساب الريزيستيفيتي بمعرفة نصف قطر الدائرة ونصف قطر الواير، وبالتالي حساب الكروس سيكشن. يتم حساب نصف قطر الواير باستخدام الميكروميتر، ولكنه محسوب سلفا يساوي نصف القطر يساوي 14/100. يبقى إذن الكروس سيكشن لو يساوي باي ار تربيع يساوي 3.14 في 0.14 سكوير يساوي، والال هو عبارة عن طول الريزيستيف واير او طول الكوندكتور ويساوي 50 سنتي، يساوي 50 سنتي أي يساوي 0.5 متر. بإيجاد قيمة الـ A وإيجاد قيمة الـ L وبمعرفة قيمة الـ R التي حصلنا عليها من خلال الميل، يمكن حساب الريزيستيفيتي أو المقاومة النوعية لمادة الموصل والتي تقاس بالأوم لكل متر. شكراً.